ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي موسوكشتاين الذي وصل إلى إسرائيل أمس حمل معه إشارات بوجود تسوية دبلوماسية وتتكون خطة هوكشتاين من مرحلتين. المرحلة الأولى تتضمن انسحاب حزب الله من الحدود وتعزيز انتشار قوات اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني في المنطقة وعودة سكان البلدات الإسرائيلية الحدودية التي أخليت بسبب هجمات حزب الله اما المرحله الثانيه فتشمل مفاوضات بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البريه بين الجانبين وحل خلافات المناطق المحتله من اسرائيل والمناطق المتنازع عليها في المنطقه الحدوديه على ان تكون اسرائيل مستعده لتقديم تنازلات بحسب القناه الاسرائيليه